بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا رد على عبيد الجابري بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الرسالة وأسقط بسم الله الرحمن الرحيم وأسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مثل قول ربيع المدخلي عندما قال التنازل عن الأصول. وبينت أيضا في كتابي قمع الضلالة التي اعتقدها عبيد ابن عبد الله الجابري في المنهج بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الرسالة، وبينت جهله في هذا الكتاب، وقلنا نبين ذلك كذلك في التسجيل. وعبيد الجابري بسبب عدم فهمه لمنهج السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وعدم معرفته بعلمهم، وبسبب جهله وقع في اعتقادات باطلة كما سوف يأتي الكلام عليها، منها اسقاط الرسالة والارجاء الخبيث، سفك الدماء في الحروب السياسية في ليبيا وفي غيرها. ووقع عبيد الجابر في التنظيم السري والتدخل فيما هو من خصائص ولاة الأمر في سياسة الدول، ويزكي الجهلة في العلم ومجالسته للمبتدع الثوار من ليبيا وغير ذلك، وتشجيعهم على الثورة في ليبيا، فيختص بالفتاوى الفردية في السياسة من دون ولاة الأمر ولهم تنظيم سري. وهذا الجاهل عبد الواحد المدخلي مستخدمين في التنظيم السري وغيره. وهذا عبيد الجابري ما وقع في هذه الضلالات لأنه ليس له شيخ في العلم، هذا علمه ودراسته أكاديمية جامعية ما تسوى فلسا في ديننا. وقد بين الشيخ ابن باز جهل هؤلاء الذين يدرسون في الجامعات والدكاترة، وبين أن هؤلاء صفر في العقيدة. وكذلك شيخنا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم بين في شرح رياض الصالحين وفي غيره أن هؤلاء الدكاترة وهؤلاء الذين يدرسون في الجامعات جهال، ما عندهم علم لأنهم لم يدرسوا على مشايخ. وكذلك بين هذا الشيخ الألباني، والمشايخ هؤلاء بينوا لعبيد الجابر ولغيره أن عليه أن يسكت في العلم ولا يتكلم. ولذلك علماء القيروان عندما أرسل إليهم أبي جعفر الداودي الأسدي المعروف يبين لهم حكم، فردوا عليه علماء القيروان فأجابوه اسكت